اللاعب يوسف الفزيعي. يوسف قصت عليك بالك سمحني في الملعب الجيبسي، كمان راح احكي كاو كملنا مع ملعب الجيبسي وقتها ما لقيتش حل معهم في الامور الماديه. قررت باش نخرج من ملعب الجيبسي. اتصل بيا سي محمد الكوكي، بالمناسبه نحب نشكره برشا برشا، مدرب كبير وقدير وقف معايا في كان شاد الملعب التونسي وقت. اكيد كان شاد الملعب التونسي وكان عمل الفترة بيه برشا مع الملعب التونسي، وتوا قاعد يقدم في 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 صورة ممتازة جدا للمدربين التوانسة في السعودية. كان نطلع مع نادي ضمك، وتوا مع نادي الطائي قاعد يقدم في 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 رغم الفريق كان يلعب على تفادي النزول، كي كان يلعب على تفادي النزول عمل به يعني باركور ممتاز ممتاز جدا، وكان حتى اتصل بيا في الفترة الشتوية وسأل علي على ساقي يرحم والديه، وكان نصحني حتى في الـ في الـ في الأمور يعني تاع الإعداد. بالمناسبة نشكره برشا، إن شاء الله ربي يوفقه ونتمنى له يعني باش يصعد للممتاز. ما غير ما خممت مشيت صححت في الملعب التونسي يعني، وصححت عقد موسمين وعديت منهم عام بركة، ومن بعديك طلبت فسخ العقد متاعي وخرجت يعني. الحقيقة ما عديت عام، ومن بعد ما لقيت الجو بالقدا بالقدا غاديك قررت تاني باش نطلب فسخ العقد. يوسف الباركور نتاع الملعب التونسي ظهر لي، ما نجمش ما نسألكش على المقابلة الشهيرة ضد النادي الافريقي، ظهر لي عملت برشا برشا بوليميك. عملت برشا بوليميك وعملت لي انا برشا مشاكل وندمت على النهار اللي عملت. شو عملت لك؟ شنو والله راهو الاوبجيكتيف ما كانش بوز ولا بوليميك ولا الافريقي جمعيتي، وانا ابن النادي الافريقي وشرف لي كما قلت لك من بكري، وما كانش يعني الهدف اني باش نعمل البوز. جات بتبيعتها رابحين 2-1 في رادس، وقبلها بايامات نتفرج في ماتش نتاع ريال مدريد و ما نعرفش شكون بالضبط وقت عملها مارسيلو، يعني جات بتبيعتها في الماتش. و شو ظهر لك في راسك وقت؟ والله شو ظهر لي؟ جات بتبيعتها، ما نجمش نقول لك شو ظهر لي. مخممها من قبل انت؟ لا والله لا لا جمله لا والله لا. اخي انا كيفاش باش نخممها وانا نلعب ضد نادي افريقي في رادس وماتش واحد مركز على حبيبي حاب تستفز شويه الملاعبيه الجمهور؟ لا لا والله لا با دي تو، لا لا مستحيل مستحيل. بلاكش قالت لك نكته في باركورك مع الكلوب عرفش؟ والله شوف هو راهو جمعيته واحد جمعيه يحبها يتمنى انه يلعب فيها، راهو ما فماش واحد ما يحبش يتمنى في يلعب في الجمعيه اللي يحبها. ما عمري ما كانت عندي غايه كيما هكايا، ولا عمري نهار خممت باش نعمل بوز مستحيل. جات بتبيعتها وقتها في وقتها وصارت وكهو. اما شنو هي شعورك تو مع الكلوب تو؟ مازلت كلوبيست؟ اكيد كلوبيست، نحب الكلوب. بلاكش حبيت ما حبيتش تستفز معناها وقتها لحاجه؟ لا 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 اكيد الكلوبيست ونحب الكلوب، شنو نقعد نحب الكلوب وبيني وبين ربي يعني. في اللدخه الاولى والثانيه وهذيك حاجه يعني ساهمت كي يحب. اكيد ساهمت، واحد كي يحب مش باش يوري للفلان ولا فلتان، يحب ويفعل على خاطر جمعيته. كيف كانت ردة فعل الملاعبية وقتها في الماتش؟ فماش كون ملامك وقتها؟ والله غازي العايد يتشنج شوية و هو عنده حق مستفز اللقطة، وصل حتى سبني بوتيتر بوتيتر قدام جمهور الكلوب هذاك والبريسيون هذيك وخاسر 2-1 بتتر ينجم يعمل رياكسيوني. قلت لك عملها قبل لايف رمضان صبحي في دربي الزمالك، كيف كيف عملها لاعب فلسطيني بطولة فلسطين، صارت لحمت معناها بونيا ولات اللعب. صحيح يمكن يمكن انا راني مانيش هذيك غايتي، اما يمكن يمكن بون نعذر ونعذر حتى جمهور الكلوب ونعذر حتى جوار لي سور تيران، ماهيش هذيك الغايه راهو ماهيش هذيك الغايه. غلطت ولا توا كي رجع بك الوقت تعاودها؟ لا ما نعاودهاش مستحيل، لا ما نعاودهاش، لا ما نعاودهاش مستحيل. وصلوك تهديدات؟ بو مش تهديدات، فماك نضربوك ونعرفوك وين تسكن وواحد اكيد في رغتي. قلت لك حتى اصحابي في الحومه تقلقوا مني انا يعني. اصحابي بابا يحب الكلوب ويحب النادي الافريقي، متغش عليا في الدار. اش قال لك؟ متغش ما يحكيش معايا، ما قال لي حتى شيء، ما جات نهارين ولا ثلاثة ايام ما تغشش ما يحكيش معايا. اما مشيت على روحي يعني، قلت لك انا كان ترجع الحكايه راني ما نعاودهاش، فهمت؟ حتى سي محمد الكوكي عاتبني وقت حكى معايا قال لي يوسف سي با لاب مزيد
وعطيته الحق انا، قال لي خليك مركز في الكوره و... اما انا ما كانتش نيتي جمله، ما كنتش صغير باش تعمل البوليميك هذيك الكل، ما كنتش نيتي جمله. لا لا حتى طرف. بي علاش ما طولتش مع استاد؟ طولتش مع استاد الحقيقه نتاع ربي، صار ظرف، صار مش ظرف، صارت مشكله بسيطة، ومن بعد ما تحلت المشكله حسيت روحي مانيش اليز جمله في استاد تونيزيان، وحسيت روحي ما عادش نجم نعطي لستاد تونيزيان، فهمت؟ خيرت اني باش نخرج. علاش؟ صارت مشكلة متاع فلوس، موضوع ذي مع رئيس النادي، صارت مشكلة متاع فلوس، جوارات مو مش خالصين، وانا جديد وقتها في الجروب، انا الحقيقة متاع ربي صحح، تخديت فلوسي دي تيل فاسون، ما نجمش نكون انا عندي يد في المشاكل اللي صارت متاع فلوس، انا بحكم انا في جروب متاع جوارات يزمني يكون مع جوارات. صارت جريفات وانا يلزمني تو انا خالص من اللون كي صححت خالص، اما فما جوارد قديمه مش خالصه. يعني كي باش يصير جريف الناس كل مع بعض. اكزاكتومون. جرفت مع ملعبي. وقفت مع الملعبي. لا مو كيفاش تجرف وانت خويا ياخذ فلوسك هكا. يعطيك الصح. تقريبا كي من هكا وال شنو اللي صار؟ صار بون هما فلوسهم قديمه راه مش ماخذ فلوس واحد باش يكونوا متفاهمين، هما فلوسهم قديمه وانا جيت جديد. انت واخذ فلوس بمسبق معناها؟ كي صححت مش فلوسي بمسبق، خديت البريم دو سيناتور نتاعي، فهمت؟ كنت مع جوارات هكا، سي جلال بن عيسى خذا ديسيزيون باش يمسح السكينه في شكون مساحه فيه انا وسليم جديد، بعدين على الكونسي وهبطنا نسم في الامال وانا ما عملت حتى شيء. هنا توترت العلاقه شويه مع الاداره؟ بالنسبه لي انا ما نعملش، يعني جامد لافيل نعمل مشاكل مع عبيد، نعمل مشاكل مع اداره، ولا ندخل يعني تحت السقف نتاع المشاكل، فهمت؟ اما بحكم انا في جروب نمشي مع الجروب. طلبت فسخ عقدك؟ اكيد، انا كنت حبيت نخرج في ديسمبر ديجا. حبيت نخرج في ديسمبر خاطر الملعب الجبسي عاودوا كلموني في ديسمبر، قالوا لي ترجع معانا ونعطيوك فلوسك القديمه. سي جلال بن عيسى ما حبش في الفتره هذيك في ديسمبر. كملت العام طلبت منه فسخ العقد، خليت برشا فلوس بما قيمته 45 ألف دينار. مش احب استاد الملعب التونسي زاد يعرفوا اللي راهو كان فما كلام تقال راهو ماخذ فلوس ولا حاجه، راني خليت 45 مليون. علاه سمعت كلام تاع ياخذ فلوس وخالص؟ نسمع في كلام، سمعت اللي فما شكون من الاداره قال كي خرج للسعوديه نورمالمون يرجع لنا فلوسنا. نورمالمون يرجع لنا فلوسنا، كيفاش انا فسخت عقدي نرجع لك فلوسك تاع شنو هي فلوس؟ طلبت فسخ عقدي، فسخت عقدي والحمد لله يا ربي، يعني كان اتصال مع، بالمناسبه نشكر وسيم التايب وكيل نتاعي اللي كان هو سبب باش خرجت للسعوديه هذه، بالمناسبه نحب نشكره خاطر مزيه اللي ما ننساهالوش، هو سي رضا الجدي اللي زاد قاعد يقدم في موسم ممتاز في السعوديه. بالمناسبه نشكره خاطر وقت اللي الاداره عرضت عليه اسمي من غير تردد قال لهم راهو يعاوننا برشا وفي اقرب وقت لازمكم تتعاقدوا معاه. هو يعني سي رضا الجدي ووسيم تايب كانوا سبب باش انا يعني الكارير نتاعي تبدلت كومبليتمون كي مشيت للسعوديه، وليت طلعت نيفو اخر ولعبت في الدوري الممتاز السعودي، واللي لقيت ظروف ممتازه جدا في السعوديه اللي تخليك تخمم كان في الكوره.